تمام كده. بص بقى احنا كده بقى ليها طريقه التحليل الطبيعيه اللي ما فيش فيها غلطه بتاعت نمرود. احنا يا جماعه ما بنحطش اي حاجه غير ملح، بس ملح يكون نضيف، ملح شرب زي ده كده تمام، لان في كذا نوع ملح. يلا نبدا مع بعض وهنشوف دلوقتي. انا كده هشتغل. يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد. زي ما الاستاذ احمد قال لنا في الاول، هنا من قلعه الفسيخ في مصر والشرق الاوسط النبروه. هنعرف دلوقتي طريقه التخليل الصح السليمه اللي الناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تشتري من النبروه. تابعوا معانا. كلمنا بقى وانت بتخلي، انت عملت ايه في الاول والسمك جالك امتى وجالك ازاي؟ بص يا باشا، السمك ده جاي الفرد تمام، السمك ده جاي الفرد. طبعا معايا اخويا وكده، اللي هم ايه يعني، السمك بيجي اول حاجه بيتدلق في البراميل دي انا على طول، يعني السمك بيجي زي كده. يعني ده لسه جاي بقاله حوالي ساعه، السمك ده يعني ده لسه ما اتغسلش، اللي هو ده بيبقى جاي الفجر، اللي انا شغال فيه ده جاي الفجر. بيتغسل طبعا زي ما انت شايف كده، وبترص هنا كده وبنسيبه يصفى. بعد ما يصفى بنبدا بقى ان احنا نجيب براميلنا ونجيب ملحنا ونشتغل. قبل ما تشتغل بشوفك انك بتاكد على النظافه من جوه ومن بره السمك. طبعا ده النظافه دي اول حاجه في الغسيل. بص الشغلانه دي مبنيه على نظافه السمك وجوده السمك. بص لو انت جبت سمك نظيف، يعني اي حد يملح، واخد بالك؟ السمكه النظيفه هي بتتكلم عن نفسها. يعني انت بتبص للسمكه، في سمكه نظيفه زي كده اللي السمكه السمينه، بنتكلم في سمك سمين، سمك زي ده كده. فيما سمك بقى يعني حسب بقى الجو، يعني احنا بنتعامل مع السمك حسب الجو. الجو مثلا برد له ملح، الجو حر له ملح تاني، يعني كل حاجه بيبقى لها ايه ملح، يعني اللي هو ايه اكتر ملح، ازود ملح، انقص ملح، كل دول حسب الجو. ده كله حسب الجو اللي هي السمك. السمك الصغير له ملح، السمك الكبير له ملح. عايزين نتكلم واحنا شغالين. كل حاجه ولها ايه؟ ولها ملح. عايزك بقى تقول لي بتتفادى درجه الحراره ازاي لما بتكون منخفضه واحنا في الشتاء يعني؟ ما احنا بنبقى مثلا ايه عندنا التكييفات دلوقتي، يعني ايه الدنيا اتطورت شويه. بقى عندنا دلوقتي مثلا تكييفات. تعالى هنا تحت النور. مش كده يا محمد؟ نرجعها تحت النور. تمام. ما بقولك لازم يبقى في نور تحت المعوض عشان انا لسه بقولك ايه فتح، لسه بقولك محفوظه، انت ما خدتش بالك منها. خد بالك دي اهم حاجه. ده العدو بتاعك يعني؟ ده عدو هنا ده. ده انت كده لسه في البداية. انا كده ما رصيتش الا رصة واحدة بس او رصتين. بص بالنسبة بقى لرص السمك، يعني ايه بالنسبة لرص السمك، زي ما بيقولوا بقى يعني كل شيخ وله طريقة. بس الطريقة التقليدية أو اللي احنا بنشوفها اللي ده بيكون عكس ده. ما هو الطريقة التقليدية اللي أنت بتشوفها يعني بيبقى في حد، كل ما أنا بقول لك كل واحد يبقى له رصة. يعني كل واحد بيتميز برص. أنا بحب يعني برص عكسه. يعني هو محمد أخويا ما برصش رص زي ده. كل واحد له طريقة. يعني بس في الاخر اهم حاجه تكون النظافه والطعم لا كويس. هي الجوده واحده، هي الجوده واحده، بس انا ايه بعمل حاجه اسمها صدر وصدر. يعني السمكه الصغيره بجيبها هنا الناحيه دي، والسمكه الكبيره بجيبها هنا، بحيث مثلا لو انا بوزن كيلو وعص سمكه صغيره اشيلها من البرميل، بعرف انا هجيبها منين. فاهمني؟
وبعد كده بنفضل بقى شغال زي ما انت شايف كده. ورق ملح و... بس انت لو جيت تلاحظ بس ايده تزيد ملح وتنقص ملح. بص على برضه عفريت ملح. شيل بقى الاكل بوكس تاني مره. البرميل دوت بياخد كام بوكسه في ال... بياخد له بوكستين سمك وفي بياخد ثلاث بوكس سمك. يعني ده بياخد ثلاث ده بياخد اثنين حسب حجمه. على حسب يعني. تعرفوا انه بيقل في طبعا السمك ده بيبقى 50 كيلو سمك بيرجع 40 كيلو. بص لو كنت عايز طريقه الميزان كمان ولا ماشي يعني انت فاهمني؟ الكيلو بيخس ربع كيلو. الكيلو بيرجع ربع كيلو على طول. يعني انت بتوزن بعد ما هو اتملح للزبون؟ لا للزبون طبعا. بعد ما هو اتملح. اه في ناس بتقول لك السمك بيزيد. لا بيزيد صعب هو بيقل. في ناس عندها عقيده كده بقى. في ناس كده اتكلمنا عن البراميل اللي انت شغال فيه. البراميل اللي انا شغال فيها دي براميل خشب طبيعي بتبقى جايه الاول مثلا بنسيبها يوم يومين وثلاثه اللي هو اتكلمنا عن نافارو بقى وبدايه صناعه الفسيخ. نافارو طبعا معروفه من سنين هي يعني زي ما بيقولوا رائده صناعه الفسيخ هي نافارو. وبيبقى برضو ايه يعني عندنا في نافارو هنا معلمين يعني مش عايز اقول لك ان هم وصلوا للعالميه بالفسيخ. اه طبعا يعني احنا عندنا اللي مشرفنا ومشرف نافارو كلها الحاج ايهاب طبعا ده يعني هو اللي مشرف نافارو هو اللي صيط نافارو. يعني ده واحد من الاسباب اللي صيطت نافارو في الفسيخ الحاج ايهاب اليماني طبعا. ده من اساس صناعه الفسيخ. اه طبعا هو اللي لا مش قصه اساس في ناس قبله بس هو اللي وصل نافارو هو اللي عرف الدنيا كلها ان نافارو هي الفسيخ في نافارو. الحاج ايهاب اليماني طبعا الله يرحمه ربنا يبعث له الرحمه من عنده. بياخد كام يوم في التخليل وهل بيفرق الوزن او الحجم بتاعه في المده بتاعت التسويه؟ اه لو قعد اكتر من يعني من الطبيعي بيحتاج وبيحس. طب بالنسبة للمتوسط بيقعد كام لغاية ما يوصل للمستهلك؟ بص يا غالي هو لو ملح مثلا بيبقى في زبون يقول لك أنا عايز ملح خفيف. يعني يبقى مستوي وفي نفس الوقت ملح خفيف. دي برضه بنظبطها له احنا يعني إيه بعد خمس أيام. في الصيف، الكلام ده في الصيف، يعني احنا بنملح البرميل دلوقتي وبعد خمس أيام بنفتح عليه بن إيه؟ بنبص على السمك. وبيبقى صحي بس يعني هو إيه؟ لو السمك مثلا الزبون عايزه جديد يعني اللي هو ملح خفيف بنطلع له ونديله منه. وفي زبون تاني يقول لك انا عايزه مظبوط مظبوط ده بيقعد على حسب طلب الزبون يعني بتبدا انك تطلع السمك بتاعك. اه على حسب طلب الزبون. الزبون بقى بيجي انا عايزه مظبوط ماشي بنجيب له عايزه دلع بنجيب له زي ما هو عايز من دلع يابا. انت كده قفلت البرميل صح؟ اه دي كده القفله بتاعته. ده زي ما انت شايفه كده دي قفله ده كده تم التمليح بتاعه. لسه بقى هنغطي عليه. برميل منديل يابا ورقه.
في الصيف بيعملوه كده عشان ميقعدش. الحاجة ام احمد بقى يعني من الاساس بتاع الفسيخ هنا في النهارده. احنا بنسمع عنك كتير والله على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، كنت مكسرة الدنيا ما شاء الله. ما شاء الله. هم أولادي يعني. ربنا يخليهم لك وناس محترمة جدا. بس أنا واقفة معاهم يعني. واقفة معاهم في المحل. يعني هم بيملحوا ويعملوا ويمارسوا حياتهم في المحل في المخزن زي ما أنت شايف أنت جاي على الطبيعي. بس أنا جيت معاهم. انت فاهم؟ ياكل كبير. ربنا يخليك. بعمل ببيع الناس بس يبقوا جايبين لي الحاجه يعني بايدي بكذا بايدي بكذا كده يعني بيبقوا عرفونا وقرفت برضه يعني بتعرفي تخليها ايوه بعرف بس ثانية ما اقدرش بقى شغله متعبه خلي بالك اكيد طبعا ايوه شغله متعبه يعني واقفين على رجليهم زي ما انت شايف كده يعني بيقفوا على رجليهم ما بيقعدوش على كرسي طول الوقت يعني هي زي ما انت شايف كده واقفوا كده واللي بقى يعني ناس بيقول لك انت بتعمل بالميه ما بعرفش عشان حد ياخد العيد والله امبارح كشفه جايه ربنا يخليهم لك ربنا يخليهم الحمد لله ده رضا الحمد لله انا والله واقفه جنبهم وربنا يعلم بقى بقول يا رب يشفيني ويخليني لهم ربنا يخليهم ويبارك لي فيهم واشوفهم اسعد الناس اللهم امين دلوقتي بتعمل ايه بقى يا استاذ احمد كده بقى بيحطوا له التقل بقفل بقى البرميل ما هو عشان البرميل ما ينفعش ياخد هواء في خلال الخمس ايام دول فاحنا كده بنقفل دي طبقه احنا بنعمل طبقه ملح وبلاستيك تمام دي كانها رصه يعني هي دي بتبقى بديله للرصه بتاعت احنا زي ما احنا زي ما انت شفت احنا اشتغلنا ايه رصه ورصه رصه ورصه في اخر رصه ما فيش فوق حاجه فدي بنعملها زي تقاله كده تمام. اللي هو السمك لما يجيب زيته يعني السمك عندنا ما بيجيبش شرشه بيجيب زيت تمام السمك لما يجيب زيته السمك لما بيجيب زيته كل ده لا ما بيتنشفش ولا حاجه زي ما انت شايف ناقص يتكتم على دماغ السمك يعني الناس هي محطوطه وبيكبوا عليه الميه والميه بتنزل يعني احنا هنا في النبرو بنقول الفسيخ او السمك المملح ملح بس ملح ما بياخدش اي حاجه ثانيه مش دهون عشان يبقى في مصداقيه وحياه امي ده عندي وحياه امي ده عندي هو ملح يا ناس الناس تقول ده انتوا حاطين له زيت حاطين له والله سمنه نازله من السمك انت دلوقتي هتيجي على الطبيعه وهفتح لك هنشوف دلوقتي على الطبيعه بس هشوف تعمل اللي اتمنى والله يا جماعه الراجل ده جاي لي طبل غافل ما كنت اعرف ان هو جاي ما يعرفش احنا بس يعني سبحان الله بقى هو جاي وعندنا السمك ربنا يخليهم لك ربنا يخليهم فهو طلب مني ان انا عايز طريقه تصنيع لا بس احنا دخلنا مره واحده يا جماعه زي ما احنا شايفين والنظافه حتى لو ان عايز اوصف لكم بس المكان ما فيهوش ريحه الزفاره خالص دوت لما سالنا دوت سبب يعني منه ان نظافه السمك وطريقه الغسل والتنظيف بتاعته طبعا والسمك ذات نفسه برده جودته حلوه الجوده بتاعته حلوه طازه انما السمك بيجي جودته حلوه يلا يا بابا هقفل لك بس البرميل وبعد كده هوريك بقى حاجه ثانيه تشوفها برده ده هنشوف دلوقتي هو هوريك السمك بعد ما تملح وبقى في سيه وخلي بالك برده ارخص اسعار اقنا بالرؤيه تبقى اقل سعر من اي بلد ثاني احنا بنشوف ان الناس في معظم المحافظات بيقول ده الفسيخ بتاع النبرو هل بياخدوه من هنا ولا بالطريقه بياخدوه من هنا يعني في ناس بتيجي تاخده من عندكم أيوة من هنا في ناس بتاخده حد جوه وبتفتح محلات يعني كله بيفتح أيوة. محلات على السمك بتاع النبرو بياخدوا السمك والمرونه ممكن تشيلها وتحطها تاني عشان ما نوصلها ماشي يلا دي بقى الخطوات الأخيرة لقفل البرميل قفل البرميل الورق دوت نوعه ايه؟ الورق ده ورق شبيه اللبن اشمعنى بقى بتستخدمه؟ عشان
عشان عشان الورقه بتاعتها بتبقى ماسكه شويه جامده شويه ما تتقطعش بسرعه وغير كده وكده هي انضف. كنا الاول بنستهلك ورق الاسمنت كده خلصت الفراخ دي. وبنكتب بقى وبيكتب عليه ايه؟ وقته وتاريخه. تاريخ تمليحه. بيكتب عليه مثلا هو سمك ايه مثلا كام سمكة في الكيلو. زي ما انت شايف كده. ده كده البرميل اتقفل. يبدأ يروح فين بقى بعد كده؟ بيبدأ يخش عندنا بقى في المخزن هنا او هنا. التجهيزات. انت لو دخلت هنا خش من هنا كده هتلاقي ما هو قاعد تبريد جاي لك من هنا. دخلت هنا برضه هتلاقي تبريد جاي لك من هنا. في تكييفات دي برضه اساس المعمل بتاعك. هي دي يعني من مش اساس هي بتحافظ يعني مثلا السمك يعني بتحافظ على درجه الملح بتاعك. السمك هو يا اكو بقى مني بس نفس السمك اللي هو متملح حالا نفس الارض يعني هتبقى اسمها ارض واحد لانه مثلا احمد اخويا مثلا بيسرحوا من مزارع تمام بس هو مثلا بيبقى مثلا الارض بتاع خلاص طبيعي تبعها فاهم أيوة. مثلا اللي بيطلعوه كل يوم يعني اللي بيطلعوه كل يوم بتاعها 100 بوكسه 150 200 على حسب رزق شيء بقى ده بقى ده بقى المتملح اهو ده جاهز صح ده كده خلاص استوى ده اللي كان متملح يعني نفس السمك يعني نفس نوع السمك بص ده نفس الارض بتاع السمك اللي انا مملحه حالا حصل على شم ريحه الحاجه حلوه هو استوعب ازاي يعني شم ريحه حتى غريبه ايه بتحب الكتير يعني مش قوي ريحه كده طالعه حلوه ازاي مش ريحه فزه كده بص الله اكبر ما شاء الله انا عايزك تشوف بقى السمك هنا عندنا احنا هنا بيجيب زيت حط في الكاميرا سمكنا معروف في العالم كله ان بينزل ده زيت ما بينزلش ميه انت فاهمني ده السمك بص ده وش البرميل كمان برضو عايزين نوصف للناس مفيش ريحه وحشه اللي احنا بنشمها في معظم المحلات لا انت شميت بقى ما عندهاش دي المصداقيه دي شهاده تقول عند ربنا بالك السمكه ده وش البرميل ده كده اخد كام يوم ده بقاله خمس ايام خمس ايام وما شاء الله يعني ما شاء الله استوى استوى السمك بس لسه دلع شويه بس لسه ملحه خفيف في ناس ما بتحبوش ده عايزه مظبوط انت فاهمني عندك السمك ما شاء الله تبارك الله زي ما انت شايفه كده ما شاء الله السمك جسمه زيت جسمه مين يا عم انت تحس ان انت مطلع بص والنبي تتاكل وياك ده سمك اثنين ما شاء الله ده الوزن الكبير صح ده الحبايتين حبايتين كيلو حبايتين شايف بص دي شرشفه انا فتحت لك البرميل خالص اهو دي شرشفه يرفع عشان الريحه بتاعتنا لا والله ما شاء الله ما شاء الله دي البصل والليمون دي بقى دي الشرشف احنا ما شاء الله ونحلف لك بومي اهي اللي جت ربنا يخليها ربنا يخليها زي ما انت شايف السمك عندنا اهو انت شفت طريقه تمليحه وانت جاي احنا جينا للناس فجاه دخلنا بما يرضي الله بما يرضي الله فما يغير ربنا يخليهم لك يعني بما يرضي ودي البرميل ده المحل بقى يديهم لحاجات يعني بص يا بقى ده بما يرضي الله انا عايزك بس تقول للمشاهدين بما يرضي الله والله احنا دخلنا المكان مره واحده يا جماعه لا والله ابدا والفسيخ انا فتحته برده قدامك ريحه الفسيخ اللي هي هي الناس تحكم الناس معانا من اول الطريقه نفسها الناس تحكم بنفسها يعني بص حتى الصغير ده كده الصغير صح؟ الصغير اللي هو الاربعه واسعارنا ما تتعبش مبروه ولا في اي حته اسعارنا والله يعني ما شاء الله ده الصغير لا يجي ياكل من عندنا الكبير زي الصغير بص يا بطل الصغير تعالوا شم النسيم ما حدش يشيل يا جماعه
الناس بتقول عايزين نوصل للعريش يا جماعه. نروح لا في ناس بنبعت لها عريش على فكره والله. في ناس من هنا بتروح العريش؟ في ناس بنبعت لها بتبقى ده الصغير شحن بقى. ده اصغر فسيخ عندي يعني انت فاهمني، ده الاربع حبات في الكيل اهو زي ما انت شايف. انا شايفينه زي نفس الكبير، مفيش فرق. لا بص العين اهي طبيعي، مش عين اللي بقت مركب واحده بنسيس كده. سواء زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله. ده الصغير. ده اصغر حجم عندي. ده اصغر حجم عندي. عندي بقى اللي هو التلات حبات كيلو. ده بياخد وقت قد ايه في التمليح؟ الصغير نفس الوقت عادي. افتح له يا ما تفتح. لا يا عم ما افتحش بليز. دوق بقى. نفتح اللينس زي الرباني. ما شاء الله. هو هتلاقيه بس ملحه قليل. ما شاء الله. لا ده مستوي. ما شاء الله على جماله وحلاوته. زبده. ما شاء الله. تعالي هنا. يا حلاوتك يا احمد يا جمال يا محمد. ربنا يبارك فيهم يا رب. الكلمة دي مشهورة. لا لا ما يا حلاوتك يا احمد يا جمالك يا محمد. لا كل. لا لا لا. والله لو قعدت. لا لا لا. لا ما انت لازم تقارن. احنا والله هناكل بعد التصوير. بعد التصوير ان شاء الله. بعد التصوير. مش هتظفرك هتظفرك. لا لا مش ده فص اهو، انت شايف السمك بيطلع الفص بفصه كده زي ما انت شايفه كده. ده برضه بيعتمد على النظافه في قبل ما تملح. والسمك. والسمك نفسها لازم يكون السمكه طازه. لازم تكون السمكه ذات نفسها. ما مخلص تصوير بس هنتظفر هنتظفر والله والله يا هنتظفر. صدقني مش هتظفر. افتح. يا عم ما تشد. تمام. تمام. ده مستوى يعني اللي هو ده ايه ده مستوى زي ما انت شفته كده. خد يا حاج محمد انا عارف انك هتموت في العصير. اديله يلا البقر دي اديله حتى كمان. تسلم ايدك كده بقى. انت بعد ما فتحت عليه ما ينفعش يتعامل تاني مده طويله ولا نروح المحل بقى؟ خلاص نروح المحل اللي هو يتباع. يتباع منه بقى على طول. عايزينك بقى تردوا على الكومنتات دي عشان في ناس كتير بتسال على التوصيل والاسعار. ف ما هو نتابع مع بعض. بنوصل. بص انا مش معروفه ان انا بوصل، بس بوصل القاهره يا جماعه في موقف عبود او رمسيس. يعني بوصل في موقف عبود او رمسيس انا قايله لهم كده. في ناس كفر الشيخ؟ فانزاتي حبايبي يعني. ناس كفر لا فانزات فطار. ناس بتقول كفر الشيخ والعريش والشرقيه والمنوفيه. ففي اماكن كتير. احمد عنده جمله وقطعي. يعني اللي عايز جملة انا بدي جملة يعني. بالنسبة للي عايز جملة في لفاته بدي له جملة في لفاته. جملة اللي عايز جملة في براميله بدي له جملة في براميله. انا بدي لكذا حد يعني اسماء يعني اللي عايز يفتح محل بيفتح وبيجي ياخد من عندنا. فاهمني؟ وزي ما انت كده جيت على الغافل وشفت التمليح وشفت السمك بعد ما استوى وشفت كل حاجة على عينك يا تاجر زي ما بقول. ما شاء الله. ما انا بقول لك وانت برضه بما يرضي الله زي ما انت بتقول. احنا دقنا والله وحاجة بسم الله ما شاء الله بروفيشنال زي ما بيقول. ولا برضه السمك عندنا من داخل الكلام برضه عشان النظافة بتاعت الغسيل بعد ما بتاكله مش اللي هو بقى بيفضل ماسك في ايدك يوم كامل. مش محمد فاهم؟ الفان. مش اللي هو بقى يعني ماسك في ايدك يوم كامل وتقعد تغسل فيه بحاجات كتير. لا هي مسافه ما بتغسل ايدك بالصابونه زي والله زي اي حاجه. الناس بتقول الاسعار بتبدا من كام؟ عشان الاسعار عندي بتبدا من 200 جنيه. من 200؟ اللي هو الاربع حبات كيلو. وعندي الثلاث حبات كيلو ب 250 جنيه. وعندي الحبايتين كيلو ب 300 جنيه. انت فاهمني؟ كل الاسعار دي اللي انا بكلمك فيها هي اللي انا ببيع بيها في المحل. يعني اللي هيجي على المحل هياخد بالسعر اللي انا قلت لك عليه ده. ولا بنقول سعر ونرجع نغيره ولا الكلام ده خالص. السعر بتاعك ثابت وعلى حسب برضه الموسم. الدنيا تريح. انا على فكره لما السمك بيريح شويه بنزل بريح السمك. اكيد طبعا. الناس بتقول لك الاسعار الجمله هي نفس اسعار القطاعي. لا طبعا. لا لا لا. طب تعالى تعالى هنا. لا طبعا الاسعار بتبقى حاجه ودي حاجه. بقى تعالى بس. ماشي. بقى رقم تليفون يتواصلوا مع احمد. عايز تقول رقم تليفون قول عشان الناس برضه. 010-33 لا قولي من الاول. 010-33-27-07-44 اللي عايز جمله يرن على الرقم ده وبياخد احلى جمله احلى اسعار واحلى فسيخ. بيروح القاهره وبروح اللي هي بني مزار وبروح يعني بروح جميع البلاد. انا بودي لحد الاقصر. يعني عندنا فسيخ النبرو هنا مع الحاج ام احمد واولاد استاذ احمد واستاذ محمد بيطلع بره مصر كمان. بيطلع جمله بياخدوه جمله جمله بيجيبوه جمله
كده بس بعمله له بقى ايه فيليه بخلوه بتخلي السمكه آه خالص اللي هو المردل كده بيدفع على كيلو 500 جنيه الطياره 500 جنيه على كيلو الناس بتعشقه. يعني لو حد عايز يتواصل الرقم الحاجة ام احمد قالته هنا في فسيخ النبرو وفي النبرو تحديدا دي قلعة صناعة الفسيخ في مصر والشرق الاوسط. شكرا جدا ليكم وانتظرونا في لايفات تانية كتير.